بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان اكلمكم في هذه الليله عن فضيله من الفضائل المحبوبه جدا، وهي فضيله الاخلاص. الاخلاص يعني الناس لما يعيشوا مع بعض يكونوا مخلصين لبعض، أو صديق ليصادق واحد يكون مخلص ليه، أو واحد بيعاشر واحد يكون مخلص ليه. وهناك قصص كثيرة في الكتاب المقدس عن الإخلاص. يعني خدوا مثلا إبرام ولوط، مع أنهم كانوا موجودين مع بعض والرعاة بتاعهم اختلفوا على الأرض المعشبة فانفصلوا، وراح لوط إلى سدوم. شوف الكتاب يقول إيه، لما جه سبي سدوم يقول الكتاب إن إبرام لما عرف أن أخاه لوطا قد سبي جمع رجاله المتدربين 318 وراح لسدوم. يعني ما قدرش يحتمل إن لوط يسمى، فمن إخلاصه ليه جمع رجال وراح هناك. مع ان ابراهيم رجل متواضع وهادي، لكن في الوقت ده لازم يعمل كده. دي اول مره. ولما تاني مره قرر ربنا انه يحرق سدوم من اجل الفساد الخلقي اللي موجود فيها، ولوط موجود في سدوم، فراح ربنا يترجى، راح ابونا ابراهيم يترجى اللي هو ابونا ابراهيم يعني، وقال له هتحرق المدينه، تحرق البر مع الاسيم، طب افرض فيها 50 بر. وقعدوا يتفاوضوا لغايه لما قال له افرض فيها 10 ابرار. قال له ان وجد 10 ابرار مش هحرق السفينه، مش هحرق سدوم. وكانت ان برضه ربنا بعت ملكين وخرج لوط وطلعوا الله بره. من الإخلاص يوسف الصديق وإخوته. أول حاجة، مع إن إخواته دول باعوه كعبد ورموه في البير وكانوا عايزين يموتوه، إلا إنه كان أيضا مخلصا لإخواته. اتكلم أيضا عن إخلاص الابن لأبويه. مفروض إن الولد يخلص جدا لأمه التي حملته أولا في بطنها، ثم حملته ثانيا على إزراعها لترضعه، ثم حملته على كتفها وتشيله واهتمت بيه من كل صحته. المفروض واحد يخلص لأمه دي، وتفضل أمه واهتمت بيه في تطعيمه ويتمت بيه لغاية لما كبر. ومفروض يكون مخلص لأبيه الذي رباه وصرف عليه وعلمه وخلاه راضي. فالاهتمام بأن يكون الواحد مخلص لوالديه أمر جعله ربنا أول وصية في العلاقات الإنسانية في الوصايا العشر. في 4 وصايا، في الأول العلاقة بالله، وأول وصية بعد كده إكرام الأب والأم. يقول اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. يعني بالإكرام الوالدين ربنا يبارك فيك ويخلي أيامك تطول. سليمان الحكيم في إكرامه لأبيه داود بعد ما صار ملك، أخوه أدونية أراد أن يتزوج إبيشة الشونمية التي كانت تعتبر زوجة لداود، فلما طلب أخوه أدونية هذا عاقبه وأمر بقتله. إزاي يتجوز مرات أبوه؟ من إكرام الوالدين عرفت قصة معينة قريتها. كان مرة كانت جاية حملة عسكرية لكي تحتل مدينة معينة، وكان قائد الحملة هيشيل الكل،
لكن كان في شابين يعرفوا قائد الحملة العسكرية، فقال لهم شوفوا قبل ما أهجم على المدينة واخد اللي فيها، خدوا أهم ما عندكم واخرجوا، شيلوا اللي انتوا عايزين واخرجوا. فدخل أحد الشابين دول وحمل أبيه، حمل أباه، ودخل الشاب الآخر وحمل أمه، وقالوا دول أعز ما عندنا في هذه البلد، لم يأخذوا لمال ولا قنية، كفاية أبوهم وأمهم. فالإنسان المخلص لأبيه وأمه ربنا يباركه. ياما بتجيني جوابات من سيدات تقول ابني تعبني، وفي جواب النهاردة جاني بتقول فيه واحدة ابني بيضربني، يضرب أمه، حاجة مش مظبوطة. وبنسمع دلوقتي في الجرايد الواحد يذبح أبوه والواحد يذبح أمه، لا يوجد أفظع من هذا، لا يوجد أعظم من هذا. من أبرز الأشياء في الإخلاص إخلاص السيد المسيح لتلاميذه، وإخلاص التلاميذ له. السيد المسيح كان مخلص جدا لتلاميذه، وقيل عنه أنه أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم حتى المنتهى. ومن إخلاصه ليهم كشف لهم أشياء كثيرة، ومن إخلاصه ليهم ساعة القبض عليه وجم الناس قالوا فين يسوع النصير، قال لهم أنا هو، فوقعوا. وبعدين لما فاقوا جايين يقبضوا عليه قال لهم خلوا دول يمشوا ويهربوا عشان ما يقبضوش عليهم. ومن إخلاصه لتلاميذه إن بعد القيامة ظهر ليهم وقعد يقويهم ويثبتهم في الإيمان. ومن إخلاصه ليهم أرسل إليهم الروح القدس في اليوم الخمسين. وهم من إخلاصهم ليه كانوا بيبشروا في كل مكان مهما كانت الظروف، لدرجة إن قبضوا عليهم مرة وبهدلوهم وسجنوهم. فبيقول الكتاب بعد ما خرجوهم خرجوا فرحين وهم يحسبون أنفسهم غير متأهلين أو مستحقين للتألم من أجل اسمه. ولما قالوا لهم ما تذكروش اسم المسيح ده أبدا، قالوا للرؤساء دول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. كانوا مخلصين جدا ليه، ولولا هذا الإخلاص ما كانش وصل الإيمان المسيحي لنحو. من قصص الإخلاص أيضا أن مرة أكثر من 40 يهودي نظروا نذر أنهم لا يأكلوا ولا يشربوا لغاية لما يقتلوا بولس الرسول. مين اللي سمع بالحكاية ده؟ ابن أخت بولس الرسول. بولس الرسول دخل فعلى طول جري وقال له الحكاية كذا كذا. فبولس الرسول قال له روح قول الخبر ده للوالي. وفعلا كانت النتيجة ان الوالي حضر عربات وناس مسلحين وغيره عشان يخرجوا بولس بره ما يقتلوهوش. كل ده من إخلاص ابن أخته. في قصص من الإخلاص في التاريخ. مكرم عبيد كان مخلص جدا لسعد زغلول زعيم البلاد، ونفي معه إلى سيشل، وشدة إخلاصه ليه سمي ابن سعد. سعد زغلول ما كانش عنده أولاد، فاعتبر مكرم عبيد هو ابنه لأنه كان أكثر الناس إخلاصا له. في قصة تانية من الإخلاص إن حزبشة زعيم الوفد بعد سعد زغلول، في راجل صوب إليه ضرب يقتله، فكانت النتيجة إن السينود بيحنى رمى نفسه على النحاس فأصابه ما أصابه ونجي الراجل، يعني ضحى بنفسه. فيش معنى إنه يتقتل والتاني يعيش.
وفي قصة ثانية من الإخلاص، إن مرة أحد الناس في بلاد العربية كان محكوم عليه بالموت، فقال أنا عايز بس أزور بعض قرايبي قبل ما أموت. فصديق ليه قال له أنا هقف بدالك لغاية لما تروح تزور قرايبك. وراح زار قرايبه وجي معاد الإعدام ده، وقبل الإعدام باللحظات لقوا حد جاي بفرس بعيد بيجري بينهب الأرض نهبا. قالوا ننتظر نشوف إيه. فلقوا الراجل الأولاني اللي محكوم عليه، قال له أنا جيت عشان أنت ما تموتش. كلمة أنا أموت بدالك دي كلمة عجيبة في الإخلاص في شخص منه. إن أيضا من قواعد الإخلاص إن الواحد لا يلجأ إلى طرق خاطئة تدل على الإخلاص. في ناس مخلصين لأشخاص يبقى يبرؤوهم في كل خطأ. في حاجة بسيطة كده مش تقيلة يعني في طريقة الإخلاص. لما القديس إغناطيوس الإنطاكي قبضوا عليه وجابوه لروما عشان يلقى إلى الأسود أيام الأباطرة، أباطرة روما الصعبين جدا، فأهل روما من إخلاصهم ليه أرادوا أنهم ينقذوه. فالقديس إغناطيوس الإنطاكي قال لهم أخشى أن محبتكم تسبب لي ضررا. أنا مشيت في الطريق لآخره وأوصل لربنا على طول، هتيجوا أنتوا تنقذوني وأبتدي أمشي في السكة من أول وجديد، أخشى أن محبتكم تسبب لي ضررا. آخر نقطة عايز أقولها في الإخلاص، إخلاص الكلاب. أكثر حيوانات مخلصة وعندها وفاء هي الكلب. أنت بتربوا كلاب ولا إيه؟ أنا أقول لكم قصة فدي صعبة شوية. أنا كان عندي كلبة بحبها جدا وهي بتحبني جدا، وبعدين حادثة في عربية دست عليها ماتت. هذه الكلبة قعدت أبكي عليها عدة أيام، وقعدت سنوات كلما أذكرها أبكي، لأني لم أجد في كل الذين عاشرتهم حد مخلص زي هذه الكلب. أقول لكم مثالين آخرين. أنا كنت دايما بروح الدير وأنزل على القاهرة، ففي مرة وأنا نازل من القاهرة شفت عم إمبابي. عم إمبابي ده كان مزارع عندنا في الدير وبيروي الزرع، وكان قاعد جنب مكنة المية، أوضة جنب مكنة المية ومعها كلب بيحب. أنا شفت عم إمبابي ده في السكة، قلت له إيه اللي جابك هنا في الهكرية مش موجود في الدير؟ قال لي أنا عيان. قلت له طب تعالى معايا القاهرة وإحنا نعمل كل حاجة لشفائك. وفعلا راح حولته على أطباء ومستشفى وأخذ صحته على الآخر لغاية لما اشتد. المهم إن العلاج ده أخذ 15 يوم. في 15 يوم دول الكلب بتاعه قعد يعيط ويصرخ ورفض إنه يأكل ولا يشرب لغاية لما مات. وبعدين رجع من بابي للدير ما لقاش الكلب بتاعه، كان مات. شوفوا الكلب إخلاصه ليه، لقى صاحبه ماشي قاعد يعيط ويصرخ ويات لما مات. في أمريكا باستمرار اللي يمشي في الشارع يلاقي الستات بيقول له كلاب معه بالسلسلة في يدهم دول أو من غير سلسلة. ومرة سمعت عن واحدة كتبت في الجرايد في أمريكا تركت كل ميراثها للكلب بتاعها. ده كلب وليس كلب قيم، راجل يعني مخلص جدا لدرجة ما لقيتش حد أكثر إخلاصا منه اللي هو. متهيألي نكتفي.